هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. لا بدك توقفي هون. هون؟ نعم هون. مضربك تحدي البينج بونج. Yeah. تحدي البينج بونج بداية بدنا نرحب بليون طقس العرب. هاي ليون. بحكيش ليون. ليون أسد يعني. آه اسمه ليون. هو فعلا اسمه ليون. تمام. لعبتي ليون. مع الأسد بس تحمل بقى. 100%. ضحكة صفرة. لعيب ألعب واحد بالمنطقة. تمام. اللي بس بدي احكي لك اياه اشرح لك ببساطه انت كيف مع البينج بونج. انت بعرفك رياضيه صح؟ كره يد. كره يد بس يعني بينج بونج من شيء 12 سنه كنت العب فبدي يعني ممكن ادبر حالي. ممتاز تمام. راح يكون في عندنا اسئله ممكن هالاسئله انت ما تحبي تجاوبي سؤال منها. اوكي معك باس. تمام. اذا برضو كمان سؤال ما عجبك ما حبيت تجاوبي معك كمان باس بس راح ينخصم منك نقطه. شرطنا انك تلعبي وتجاوبي. بدك تركزي معي وتركزي مع ليون. يعني ألعب وأنا بجاوبه. يس. يعني بنحكي وأنا بنحن. آه بس ما توقفي لعب. حاول قدر الإمكان ما توقفي لعب. طابق راحت هناك في عنا طابات كثير رح يطولها ليون. آه ما. بالضبط ما تركدي ورا الطابق أمورك تكون 100%. إرسال عند مين معلم؟ زي ما بدك. إحنا خلينا نعد 3-2-1 جاهزين. بعمل فيها. 3-2-1 تفضلوا. حيخليه يخف عليك. نسرين أبو دي كيف حالك؟ يا أهلا. شو أخبارك؟ كل أمورك تمام؟ أموري طيبة. أول سؤال راح نسألك إياه، هل بتحسي في عمر معين للشخص داخل البرامج الإذاعية؟ لا أول طبعاً سؤال. أبداً. في عمر معين للبرامج الإذاعية؟ في ما إله عمر معين بس في عمر بيك من الذكاء إنه الواحد يعرف إمتى يوقف لما توصل يوصل برنامج قمته. تمام. ويعرف إنه بعد هيك رح يتدهور لا يطلع بقمته. هل بتعتبري حالك من أفضل المذيعات الأردنيات بالراديو؟ من الأفضل. من الأفضل. من الأفضل. نعم. مين بنافسك؟ أعطيني أسماء. إيه مين بنافسني؟ كل واحد لون وستايل. لا بس في ناس بتنافسك. رندا كراتشي. رندا كراتشي وهي معك بالإذاعة. نعم طبعاً. طب رندا كراتشي يعني تركت فترة بهلا اف ام اللي هي الفترة المسائية لدرايف باك شو. صح. قدمتي أنت بدالها. ورجعت هي. أوكي. ضليتي أنت محافظة على الدرايف باك شو. ليش؟ لأنه برنامج مروحين مع نسرين قدر بهدول السنوات يثبت نفسه بالساحة وصار له قاعدة جماهيرية. تمام. ومحبوب فما في أي مبرر أو تفسير إنه البرنامج يتوقف. طب سؤال رندا ما قدرت تثبت حالها بهاي الفترة؟ بالعكس طبعاً بس رندا أصلاً مناسبها جداً التوقيت الصباحي فهي حابة إنه يكون برنامج صباحي طبعاً. حسيتي إنه ما عم بناسبك التوقيت الصباحي؟ أنا مش إنسان صباحية. مش إنسان صباحية أتقول. أوكي ممتاز. طيب ببداية برنامج مروحين مع نسرين في كثير ناس كانت تقارن بينك وبين رندا. كان هذا الإشي يزعجك؟ شوف لا لأنه يعني ممكن بالأول أي شخص يكون ماخذ مكان شخص صار له سنوات طويلة بوقت برنامج يكون مثلاً حاسب حساب أو متوتر من إنه هل ممكن يقدر ينجح ويعبي مكان الشخص. بس مع أفضل الوقت. آه نعم. مع الوقت أبداً يعني كتير بقتنع إنه كل إنسان إله جمهوره إله ناس بتحبه إله ناس بتفضله عن غيره. صحيح ممتاز. فلم يعني لولا تنوع الأذواق لما بارت السلع. لبارت السلع. ممتاز. احكي لي بوجهة نظرك النتيجة 10-5 لليون منيح الفارق. بوجهة نظرك نسرين أفضل 4 إذاعيين بالأردن أسماء؟ أسماء نعم بنظرك عادي مش إهانة لأي حدا. أسامة ما كلهم 4-5. بدي تعطيني برأيك مين أفضل 4 طلعوا على إذاعات برأيك فيش حد راح يزعل. هاي وجهة نظرك. إحنا مش حاكين والله إنه فلان وفلان وفلان منيح والباقي مش مناح بس أنت مين بتحبي من المذيعين؟ مين أنا بحب أسمع على الراديو؟ أنا مين بحب أسمع؟ بالضبط. أوكي أنا بحب أسمع أنت. شكراً. مع إنه كتير في ناس مدرستين يا بحبوك كتير يا لا. يا بكرهوني كتير بعرف. فأنا من الناس اللي بيحبوا ستايلك وطريقتك وأسلوبك يعني مش مجاملة. شكراً تسلم. اثنين. أنا بلاقي رندا كراتشي من الأصوات والأداء القدير جداً جداً. تحياتنا تحية كثير كبيرة للفخمة رندا كراتشي صدقاً. أخذت نقطة. أسامة رندا. أسامة رندا. تمام. مين كمان؟ رهف صوالحة. رهف صوالحة تحياتنا يا رهف. أنا بحبها وهاي البنت كتير مثقفة وكتير جراند وكتير بحب صوتها مميزة. ممتاز. وبحب طريقة حكيها يعني تمام. ستايلها بعجبني. 4. 4. وزن وتقل و
قوي 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 على الهواء وسيطرة. محمد الوكيل الإعلام محمد الوكيل. أستاذ محمد الوكيل موجه له تحية كثير كبيرة. أستاذنا جميعا أستاذ محمد 100%. ممتاز. هذول الأربعة اللي أنت بتحبي تسمعيهم. شكرا إني أنا طلعت واحد منهم. الله يسعدك يا رب. والله بحب أسمعك. طيب بتحبي اللي بنتقدك عن طريق السوشيال ميديا؟ انت مش كثير اكتف بحسك على السوشيال ميديا. انا جديد قررت ابلش اصير اكتف على السوشيال ميديا. انا من الناس اللي كثير تاخروا دخول السوشيال ميديا. بس بتنزلي وصفات وطبخات بشوفها. شو بتضربي علي شايفك؟ بحب الطبخ شيف انس كثير. حلو. بس مؤخرا قررت انه لا افتح اكثر على السوشيال ميديا فتاخرت. فقد يعني أجرح أحياناً من تعليقات البايخ اللي ملهاش طعمة. تمام. بس تعودنا ما نهتم يعني. بالعكس ناخده لا كتير تفسيرات أخرى ودفع يعني للتحسين. أفشل تجربة خطيها بحياتك؟ أفشل تجربة حسيتي إنه جد أنا فشلت. أفشل تجربة خطها بحياتي. قناة رؤية كانت فاشلة تجربة أبداً فيها؟ أبداً أبداً أبداً. يعني إذا عم تحكي بالمسيرة الإعلامية والله ولا واحدة كانت فاشلة. كان في إشي أجمل من إشي. تمام. بس ولا واحدة بقدر أقول إنه كانت فاشلة. نسرين ليه من ليه ما رجعنا شفناكي على رؤية؟ ليه تركتي رؤية؟ تركت رؤية لأنه كنت بطمح ب كنت بطمح ببوزيشن معين. كسرت المضرب. طيب حلو. يعني ما تلاقينا بالوسط. اوكي طبيعي هاي بالضبط رغبات بالنهايه. رغبات واجتني فرصه كثير قويه براديو هلا وكانوا كثير فاتحين لي ابوابهم يعني فخلص. انت تلفزيونيا ما زلتي عامله الى الان ولا لا. طب يعني ممكن نرجع نشوفك على التلفزيون ان شاء الله. بحب كثير. شو نوعيه البرامج بتحبي تقدميها؟ اخبار سياسه برامج اجتماعيه. حريه الاعلام في الاردن من 10 7 7 من 10. تمام. ليه ما بتحكي بالسياسة بحسك أو ما بتحب تخوضي أو ما بتعلقي على قضايا الرأي العام؟ بتحب تكون بعيدة عن هذا الإشي؟ مع أنك إعلامية في الإعلام لازم يكون جزء من قضايا الرأي العام. سياسة بتوجع الراس أسامة. أها. سياسة بتوجع الراس كثير فبفضل أنه حلو أراقب من بعيد. فضل أنك تراقب من بعيد. طيب مين شريك نجاحاتك ولمين الفضل برجع بنجاحك بصراحة؟ أمي رقم واحد. الله يخلي لك إياها يطول لك بعمرها. أقول لك شغلة من 2011 لغاية اليوم 10 سنين ما في ولا حلقة إن كانت تلفزيونية أو إذاعية ولو كان إلي هاي اليوم ولو كان تلفزيون كنت أطلع الصبح الساعة 7:30 على الهواء تحط منبه وتقوم تحضرني لغاية اليوم من 10 سنين. هذا جزء من الدعم تعتبره؟ طبعا تنتقدك بتقولك والله هون تنتقدك. مرات بكون على الهواء بتبعت لي بتقولي ماما انت كيف بتلفظي هاي الكلمه هيك مش عيب عليكي؟ أوكي. هي هيك اوكي بتبهدلني وبنفس الوقت بتقولي اذا اشي حلو. امي اولا واخيرا. الله يخلي لك اياها يا رب. نسرين شو بتفضلي الاذاعه ام التلفزيون؟ كل واحد نكهته بس الاذاعه لها هيك خصوصيه. بالاذاعه انا بكون نفسي نسرين 10 على 10 صح. بالتلفزيون تضطر شوي تتصنع. صحيح 100% تضطر تكون مختلف نوعا ما. طيب راح اتركك تحاولي تغلبي ليون وتركزي معه شوي بلكي اخذتي منه نقاط. خلينا نشوف رن الجرس ونشوف مين ربح معانا. العبوا ليون هون هذا اللي البوكس اللي ضايل صح؟ اوكي نادر ما اكون صح باختيار البوكسات. ممتاز 100% اللي اخر كومنت حاليا ومشير اللايف ربح معانا من خلال طقس العرب جو اريا. هاي الفيتشر موجوده على ابلكيشن طقس العرب. ربح معانا حجز يوم مقدم من مزرعه هواي، وجبه لاربع اشخاص مقدمه من مطعم هاكونا ماتاتا، قسيمه شراء بقيمه 15 دينار مقدمه من محمص القيسي. الف 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 مبروك. وبدي اذكر شغله كثير مهمه انه عندنا بكل حلقه اسماء الرابحين راح تنزل على الصفحه الخاصه بموقع طقس العرب. نرجع ونستكمل حديثنا وأسئلتنا مع نسرين أبو دية. نسرين شو نعم. رأيك بوضع الراديوهات في الأردن؟ كويس والله. من ليش بحس كثير بالراديو مذيعين كثير بكرهوا بعض مذيعين الراديو ما بحبوا بعض مع أنه في شغلة مهمة وهي لازم أحكيها للمستمعين. كثير من الأحيان بكون أنا مروح بسمع نسرين ببعت لها مسج أنه أنا عم بسمعك حاليا صح. ونسرين كمان نفس الإشي فمنحس انه فيش بيننا هالحساسيات وهي الاشياء. ليه مذيعين الراديو بكرهوا بعض؟ يعني والله ما بعرف. انا ما عندي هاي النفسيه وما بحبها دائما. انا ما يعني ما بعرف اذا في هذا الاشي موجود طبعا بس يعني بعدين لما اجت سيره الراديو طلعت على الكاميرا وقلت اخواننا المستمعين دائما متعود على المستمعين اخواننا المشاهدين ولا تزعلوا منا. تمام
يعني ما بقدر افتي فيها لانه ما انا مش جزء منها وما بحبها وما بعرف. عندك عدوات بالوسط؟ ابدا بتخيل لا، الا اذا في حد ما بحبني من بعيد. بس نهائي بس مثلا في عندك حدا بتتحاشي انك يعني او انتم كمذيعات بتغاروا من بعض؟ صدقني ما عندي انا باعتقادي عدوات مع حدا، يعني حتى لما التقي بناس بالمحيط الاعلام دائما بيشبهوا على كلمه واحده انه نسرين انت سيرتك باستنجاب بتكون يا حياديه يا بالخير، ما عمرنا سمعنا انه حد بحكي عنك او بتحكي ما بتحسيها مجاملات؟ لا لانه انا هيك بحكيش عن حد بخليش حد يحكي عني. بتحكيش عن حدا بخليش حدا يحكي عني؟ لاني ما يعني ما بدخل بهذا طيب. الطابع. برايك هل هلا اف ام فعلا هي الاولى في الاردن؟ راديو هلا راديو قوي جدا ما حدا بيقدر ينكر. تمام. وراديو هلا بيوصل وبيغطي المحافظات ال 12 بكل نفس القوه والجوده. نعم. هاي لحالها مكسب. بس مش لحاله، في له منافسين. يعني راديو هلا يضم ايضا ثله من الاعلاميين المهمين والاقوياء. فمعطياتها بشكل عام يعني نعم تضعها في هذه المرتبه. 100%. طبعا النهايه هي اكيد اذاعه كل واحد بشوف مكانه الاول. طبعا. وانا بحس انتمائك لهلا. تحياتنا لكل زملائنا اكيد بهلا اف ام، حبايب قلبي جميعا، وانا من عشاق راديو هلا صراحه. يعني بتحسي انه انت مختلفه عن باقي الاذاعات، انه انت عامله بهلا اف ام؟ اضافه للمكان اللي فيه طبعا 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 طبعا. يعني اللي بيشتغل براديو هلا شويه بيستصعبها بانه يعني يخسرها. راديو هلا راديو مهم ومعاملتهم كثير طيبه وفي امكانيات ودعم كثير قوي. شو اكثر شيء انحكى او تعليق تعلق عليكي ضايقك استفزك؟ كانها يعني كثير بسمعوا هذا التعليق بشكل عام. كانه جامده شوي تتلحلح. بحبش اللحلحه. بتحبش اللحلحه؟ لا. وانا بدي احكي شغله كمان مهمه للمشاهدين بيشاهدونا. انا هاي البني ادم بحترم صراحتها. يوم من الايام دخلنا انا وياها سوينا فويس تيست مع بعض او بايلوت اذاعي مع بعض، على اساس كانت الفكره انه انا ونسرين عبوديه بدنا نقدم برنامج اذاعي مع بعض. خلصنا البايلوت اجت قالت لي انا بتعرف انه قديه بحبك وقديه بحب اسمعك، بس اسامه انا وياك ما بنزبط مع بعض. لانه انت طاقه عاليه عاليه عاليه، انا ما راح اعرف ارحق عليك. صراحه الصراحه الزايده عندي بتسبب لي مشكله كثير. انا بالعكس هذا الشيء احترمته. انا دائما بقول هاي القصه قدام الكل، انا من الناس اللي احترمتهم لما حكت لي انه اسامه انا 1 2 3 4 ما بناسبني، بالعكس بدل ما تروحي تحكي عني من وراي وانا ما بدي اطلع معه وفهموه وكذا، اجت هي قالت لي اسامه في واضح انه بيني وبينك انا مودي مود وانت مودك مود، ما راح نزبط مع بعض. قلت لها على عيني وراسي من فوق صراحه. ان اكثر المواقف اللي احترمتك فيها انا جد ما بجامل، بتعرف اني انا ما بجامل، احترمتك جدا بهذا الموقف. حلو الواحد يكون دغري بدون منتج. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.